قول للشيخ الازهر ان صلاح الدين الايوبي يا مصريين انتوا مع شيخ الازهر اسمعوني، تسمعوا واحد اسمه قراقوش ولا حقبه قراقوش بتاع مصر، معروف المصريين المثل كلكم دوت. انتوا عارفين قراقوش، عارفين قراقوش ده مين اللي عينه؟ اللي عينه صلاح الدين الايوبي يا مصريين، قراقوش اللي عينه صلاح الدين الايوبي. لما صلاح الدين الايوبي خد الدوله الفاطميه من العاضد اللي عينه، العاضد اخر خليفه خلفاء الدوله الفاطميه عين صلاح الدين، فصلاح الدين خد القصور بتاعته وفرق بين الرجال والنساء، عين قراقوش اللي ذبحنا وقتلنا وموتنا عينه وزير، وجا صلاح الدين عمل مدارس شافعيه ومدارس مالكيه وابطل حي على خير العمل من الاذان، وبدا يخطب لخليفه بغداد الخليفه العباسي اللي ذبحوا اهل البيت. صلاح الدين ناصبي كافر مرتد، النواصب كفره، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، اللي بيودي امير المؤمنين يتبعه والا مش هينفعه الاسلام، ما دفعش للرسول حق الرساله. المقريزي قال صرف صلاح الدين قضاه مصر الشيعه سنه 564 هجريه بالسيف بالسلاح، وفرض المذهب الشافعي المقريزي اللي بيقول وحمل الكفه على قط الاشعري يا امام الازهر يا شيخ قريمه يا شيخ قريمه. المقريزي بيقول ان صلاح الدين الايوبي حمل الكافه على عقيدة الأشعري، واحنا ايه ادانا الناس على دين ملوكهم ولا ايه؟ يعني ما صلاح الدين الايوبي جاب حمل الناس على دين الاشاعري، انتم من ساعتها بقيتوا اشاعره؟ والمقريزي قال ومن خالف ضرب عنقه، ها؟ وابن خليكان قال قتل صلاح الدين الشيعه ومزقهم كل ممزق وشردهم وقتلهم تقتيلا وقطع دابرهم. طبعا هربوا من الشيعه لجنوب مصر، هم الناس اللي بيتكلموا من جنوب مصر دول الشيعه اصلا من ايام الدوله الفاطميه وراحوا هناك، بس في ناس منهم تسننهم تقية، فالأحفاد تسننهم حقيقة لأن ما فيهموش حاجة في الدين، وفي ناس هربت راحت للشام وراحت لباكستان، وفي ناس في الصعيد صلاح الدين ما سابهمش، سنة 6 من حكمه وسنة 2 من حكمه بعت أخوه وراهم قتل يجي 100,000 واحد، أخوه اسمه بكر سنة 2 من الهجرة وسنة 6 من الهجرة قتلهم، وقتلهم في أسوان لما العلويين كانوا موجودين هناك. وابن الأثير بيقول 50,000 واحد خرجوا على صلاح الدين عشان يحاربوه، صلاح الدين راح حرقهم في المنصورة وحرق ولادهم وحرق أموالهم فهربهم وهربهم. فدي البقية اللي موجودة في الشيعة، هي كانت مصر شيعة وما زالت مصر شيعية مصر مؤمنة، لكن بالسب والشتم والقتل والسلاح بيحاولوا يبيدونا ويستأصلونا، وهو ده نصيبنا.